ولو جبنا حد اجنبي برضو يعمل لجنه المسابقات، مع الاحترام لعامر حسين، بس كفايه يعني تعب تعب وهو مش عارف عمال يفصل من هنا يفصل هنا مش جاي. دي اللي مش تنفع يا كابتن. ليه؟ احنا مسابقاتنا صعبه يا سيدي، ما نشوف بقى واحنا مش عارفين نعملها. احنا لو جبنا راجل بتاع ايطاليا نتفضح، لو جبنا راجل بتاع ايطاليا ده اندريا باتي والله تعالى دي المسابقه بتاعتنا هيفهم احنا عايزين. طب ايه رايك كمان نجيب رئيس الاتحاد يبقى هو اجنبي برضه، ينفع؟ بص يعني انا ما عنديش مانع لاي حاجه من دي لو احنا ما عندناش قدرات، بس برضه لا ما عندناش قدرات. ليه؟ ايه اللي ليه؟ لا انا اقول لك عندنا قدرات. طب حلو، مخفيه وكل واحد محترم ونضيف خايف يخش. ليه؟ عشان اي حد هيطلع يديله كلمتين ومحدش هيسمع كلامه وهيبوظ الدنيا، فيقول لك انا اللي بنفسي دي. في ناس محترمه كتير واقول لك اسامي. بس انا عندي اقتراح لذيذ قوي يا كريم، يعني انا كنت بتناقش مع ناس صحابي دلوقتي دي. اي بقى اداره اتحاد تبقى موجوده، بس عشان تختار مدير فني وناس تدير لك اتحاد الكوره ككوره، وانتوا قاعدين على الكراسي برنسات وسافروا زي ما انتوا عايزين، بس هات الناس دي. هات طلعت يوسف، هات حلمي طولان، هات انور سلامه، هات طه اسماعيل، هات مين تاني؟ هات محمود سعد. لا حلمي طولان طالب في حاجه ولا طلعت يوسف، انا بكلمك على ناس فاهمه كوره، انور سلامه، حسن شحاته، يديروا اتحاد ويسمعوا لهم، يختاروا في السي في مع حازم وبركات السيفيهات المتقدمه يوروها للاربع خمس اسماء. حضرتك قلتها دي كلها اسماء عظيمه ولو وادارت هتنجح ان شاء الله جدا، بس محتاجين برضو في شباب موهوبه، في اسماء موهوبه، مش لازم تبقى اسماء وخبرات كبيره وخلاص، يعني في اسماء برضو مطلعه اكثر على اللي بيحصل بره. بص كابتن الفتره اللي فاتت مفيش مشكله نحصل كل الشباب زي فريق كوره. بص كل الشباب اللي دخلوا عايزين يعدوا بسرعه، لازم تتعلم، ما ينفعش تخش بصدرك كده وانت ما عندكش خبرات. كل الشباب اللي دخلوا بدون استثناء، والخبرات القديمه خلاص اتعلم عليها بقى لنا 30 سنه. فاحنا نجيب وجوه جديده ما دخلتش اتحاد الكوره خالص، وجوه تكون فاهمه في الكوره، مش عيب ما نجرب. احنا ما احنا جربنا كل حاجه، من احمد مجاهد لعمرو الجنايني لجمال علام، مع الاحترام للالقاب، وناس محترمه وما باش بص وعملوا اللي عليهم وبيحاولوا يعملوا اللي عليهم، بس هي امكانيات. عمرو الجنايني استاذ في البنوك والبورصه، استاذ. جمال علام في الصعيد وراجل طيب وكل حاجه، بس بعيد عن مجال الكره هنا خالص. طيب